عباقرة المدارس والموسم التاسع ومباراة مهمة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. حسن أبو بكر رسمية 105، إسنا الثانوية بنين الأقصر 80. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور ال 16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة. وأول سؤال زياد، تفضل يا زياد. زياد مصطفى، هنشوف زياد مصطفى. والسؤال الأول لمدرسة إسنا موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا زياد. سويتش، سويتش معناها مدرسة حسن أبو بكر. أنتوا اللي هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا السؤال يبقى موضوعه إيه؟ علم. علم يعني جغرافيا أو تاريخ، أدب أو علوم. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. علم. والسؤال هو علوم، من هو العالم الأندلسي الذي صمم الساعة المائية التي عرفت باسم الميقاتة؟ عشر ثواني. الميقاتة، خمس ثواني. مفيش إجابة. مفيش إجابة. مدرسة حسن أبو بكر في إجابة؟ لا مفيش إجابة. مشهور بالطيران، عبد الله بن فرناس. بالظبط كده، أول ما قلت مشهور بالطيران الإجابة بقت موجودة عندكم انتوا الثمانية. هارد لك جهاد، تفضل يا جهاد. هنشوف جهاد والسؤال الثاني. جوكر جهاد، جبتي الجوكر الحمد لله. تحبي يتسألوا في ايه؟ في القدرات الذهنية. قدرات الذهنية. محمد هشام، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. 30 نقطة ان شاء الله. دوس على البازر. محمد هشام، قبل ما اسال السؤال عايز اسالك على حاجة مهمة، غير ان انت عايز تطلع دكتور بشري، ولكن انا مهتم بانك الطالب المثالي 2017 2019. حصلت على اللقب ده ليه؟ هو ازاي وليه؟ أولاً توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليا، ثانياً يعني هو دائماً دعم اللي حواليا، مدرستي، وطبعاً على رأسهم أمي الحبيبة اللي بتدعمني مادياً معنوياً في كافة المجالات. أما بالنسبة للمسابقة فهي كانت مسابقة بتتضمن التفوق الخلقي والتميز، وفي نفس الوقت التفوق الدراسي، مع عمل مبادرة تفيد المجتمع يكون لها عائد تربوي ينفع المجتمع من حوالينا. إيه المبادرة اللي أنت قدمتها في 2019؟ أنا شاركت بمبادرتين، المبادرة الأولى ألفت كتاب عن الأخلاق، والمبادرة الثانية عن ترشيد استهلاك المياه. ما شاء الله، نحييك كلنا. برافو عليك، برافو عليك. لما تبقى حاسس بالمسؤولية من سنك ده وانت لسه صغير وعندك إحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وتعمل شغل زي ده تنموي مهم جداً، لازم نحييك، برافو عليك. شكرا. سؤال بـ30 نقطة، قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 220 في 6 ناقص 20 على 5 في 3 يساوي كام؟ محمد هشام إجابتك 1308. 1308 محمد هشام، إجابة صحيحة. 1308 الإجابة الصحيحة. وبالنتيجة دي أقدر أقول ألف مبروك مدرسة حسن أبو بكر، اتأهلتوا لدور الـ16. وهارد لك لمدرسة إسنا الأقصر، تجربة مهمة، واضح ان الارهاق اثر عليكم. صح، واضح. عمر ممدوح،
تفضل يا عمر. السؤال الثالث، هنشوف السؤال الثالث موضوعه ايه. رياضة. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30 نقطة. أندرو، قبل ما تدوس على البازل، أنت كمان حصلت على لقب الطالب المثالي زيك زي محمد هشام. تمام، قول لي حصلت على اللقب ده إزاي؟ هو بيبقى من شروط المسابقة بيختاروا واحد متفوق علمياً وخلقياً، وبيكون مقدم مبادرة ان هو قدر يساهم في تطوير المجتمع او التعليم عموما. يعني ايه المبادره اللي انت قدمتها؟ مبادره عن التنمر. عن التنمر، موضوع مهم جدا. الامم المتحده السنه اللي فاتت كانت عامله حمله كامله على التنمر. صح، برافو عليك اندرو. كمان انت مهتم بالتمثيل. مظبوط. صح، مظبوط. مثل في الكنيسه ولا في المدرسه؟ في الاثنين. في الاثنين. مظبوط، برافو عليك. نرجع لماتش النهاردة، سؤال ب30 نقطة، دوس على البازر. رياضة، والسؤال هو، ما هو النادي الأكثر فوزاً ببطولة الدوري الإسباني لكرة اليد حتى عام 2019؟ أربع ثواني. أندرو، إجابتك؟ ريال مدريد. ريال مدريد يا أندرو، إجابة خاطئة. هيقول حشمة بكر في إجابة. مين اللي هجاوب؟ برشلونة. لو مش ريال مدريد تبقى برشلونة. صح، ريال مدريد كانت إجابة خاطئة، وبرشلونة إجابة صحيحة. برشلونة هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 165. حسن أبو بكر 80 إسنة السنوية. أحمد محمد، آخر سؤال في الحلقة، وهنشوف السؤال الأخير موضوعه إيه. سويتش. سويتش، في الحالة دي أنتوا اللي هتختاروا موضوع السؤال. أحمد جمال، إيه رأيك؟ اختار رياضة. سؤال في الرياضة. قبل ما أسألهم السؤال، عايز أسألك أنت بقى سؤال مهم. أنت كمان عايز تبقى دكتور مخ وأعصاب. جراحة مخ وأعصاب. جراحة مخ وأعصاب كمان. أنا حاسه مجال دقيق مميز جدا، وحابب يعني أدرس كيفية عمل مخ الإنسان، وحاسه مجال يعني هأدي فيه. هتبدع فيه. مجال صعب جدا. تخيل كده أنت تكلم في مخ إنسان، يا صعب، وجراحة كمان، موضوع مش سهل. طيب، أنا سمعت إن أنت كمان بتكتب. كتبت حاجة؟ بجهز لرواية. بتجهز لرواية، اسمها إيه؟ لسه ما قررتش الاسم، بس يعني هي رواية خيال علمي. خيال علمي. ربنا يوفقك يا أحمد. أحمد اختار سؤال في الرياضة. الرياضة، والسؤال هو، كم عدد الجولات في مباراة الجودو؟ 3. محمد هشام. محمد هشام، لغاية اللحظة دي انت عارف انت معاك كم نقطة؟ 100. كم؟ 115 نقطة. افضل لاعب في ماتش النهاردة. لو إجابتك صح، لو إجابتك صح هتبقى 135. هي غالبا غلط. إجابتك إيه؟ 3. محمد هشام، إجابة خاطئة. أحمد علاء. 5. 5. أحمد علاء، إجابة خاطئة. رياضة الجودو
جولة واحدة بس بتنتهي لما حد بيجيب إيبون. هي كده معلومة مهمة عن رياضة الجودو. نهاية المباراة عايزين نحيي فريق إسنا الثانوية بنين من الأقصر. لعبتوا مباراة قوية ولكن اتخطفت منكو بعد الفقرة التانية. ابتدت حسن أبو بكر تجري بالمباراة. هارد لك لفريق إسنا، أول مشاركة ليكو، كان مهم جداً إن أنتوا تيجوا وتحضروا أجواء الاستوديو وتكتسبوا خبرة علشان لما ترجعوا تاني بإذن الله تبقوا مستعدين أكتر. صح؟ اتفقنا؟ ونتمنى نشوفكوا تاني معانا بإذن الله. شكراً لمدرسة إسنا الثانوية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 245 نقطة، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 490 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 3,450,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. حسن أبو بكر لعبت مباراة قوية، أداء مشرف، 165 نقطة تستحق الوصول لدور الستاشر. ألف مبروك. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.